السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما شاء الله الخلية دي هادية جدا، فهنختار منها إن شاء الله بيض ونربي منه ملكات بإذن الله. نتوكل على الله. طبعا أنا الحمد لله شغال بدون تفاص، ما شاء الله خليها هادئة جدا ما شاء الله. طبعا ضيق كبير بالتاكسي من البيت من كده. إن شاء الله الملكة ممتازة جدا جدا جدا، واضح من وضع البيت وهدوء ما شاء الله، ما في أي مشكلة. استدابة للاستدابة، اللهم بارك. وادي النحلة مفيش أي مشكلة، سبحان الله ما شاء الله النحل هادئ تباع، يعني ما شاء الله أنا شغال معاه بدون يعني سبحان الله.